السلام عليكم كبيدة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. يوم البنات جبتكم واحد التحلية اللي كتجي رائعة وهموية، كتجي راقية. كنتمنى البنات تنال الإرضاء ديالكم وتجربوها مع الأحباب والأصدقاء والوليدات ديالكم. يلا البنات نبدأ مكونات ديال الوصفة وطريقة ديال التحضير. حاجة البنات، غادي نحتاج بيمو أو بيسكوي على الشكل هذا مربع، واللي عنده ماريا ولا شي حاجه اللي متوفر ديروه. لتر ديال الحليب، نحتاج البنان، 3 البنانات، نحتاج فلون ديال الكراميل، وهاد الفلون ديال الشينوية البنات كيساعد الفلون باش يجمد لينا ضيع، والحلاوة على حسب الذوق البنات. هو البنات هنايا البلاندر ديالنا، وغادي نديرو ديك 3 البنان، وتنزيد عليهم اللي جبت لكم عليه. على السهلة انتم البنات ملي غلى ليا الفلو ديالي، درتو هنايا مع البيم والبنان على هذا الشكل هذا. ملي طحنت الفلو ديالي مع البنان والبيمو، كنجيب كويسات اللي نخدم فيهم على هذا الشكل البنات. وكنبقى نخوي كيبالك فلو خاطر البنات، شوفوا لا تكستور ديالو. هاكا البنات خليكم معايا، داروا ليا 5 الكيسان البنات، التحليه دارت 5 الكيسان على هذا الشكل هذا. يلا البنات انتوما معايا، غادي ندخلهم الثلاجه يبردوا ونرجع معاكم البنات. يلا انتوما معايا البنات، ملي جبت التحليه ديالي فلو كيجي على هذا الشكل هذا. بقاو معايا نوريكم المرحله الثانيه. يلا البنات انتوما معايا البنات، كنديرو البيسكوي هنا فوق الفلو ديالي على هاد الشكل هذا. وعاد عاوتاني كنزينو بالقشرة الطرية، خليكم معايا ما نحرقوش المراحل. البنات انتوما معايا، انتوما البنات في الزين غادي نحتاج قشده طريه ديال الحلوه ديال الباتيسري. هنكون ديجا دخلت الفريغو واحد شويه، غادي ندير 200 ملل خداتني هذيك ما خداتنيش، غادي نزيد واحد اخر. غادي نقرب مزيان حتى توقف ليا. Thank you.
ديال الحلوان، الغبن ديال الكريمه ديالي، الكريمه ديالي خاصها تكون واقفه بحالها باش تعاوني. بلاتي سمحوا لي البنات، اول حاجه شو الراس اللي غادي نخدمو بيه، ثاني حاجه نديرو ليه بحال هكا، ثالث حاجه هانتوما البنات كنجيبو كاس بحال هكا كندور كنجيبو كاس اخر عاوتاني كندورو بحال هكا كنجيبو عاوتاني الاخراني خليكم معايا البنات باش تشوفو الطريقة ديال التزيين ديال الاخراني. البنات غادي نجيبو البنانات وغادي نقطعهم دبابر بحال هكا وحده كافيه نزينو بحال الشكل هذا البنات على أربعة المرات أربعة جيات بحال هكايا حتى تسالي كيسان كاع لي عندكم حتى التحلية كتجي لذيدة وكتجي زوينة حتى في المنظر ديالها البنات نتوما البنات كنجيب الكراميل اللي متوفر عندكم في لي صوص ديروه انا حيت غادي على نكهه الكراميل في الفلو وهذا درت الكراميل نتوما نلقى هذا سالي كيسالي عندي كاملين كيجي راقي البنات وكيجي مماوي هاد التحلية هانتوما البنات هادي التحلية ديالي كتجي على هاد الشكل هدا كتجي راقية وكتجي مماوية هانتوما الطبقة الأولى فيها الفلو الطبقة التانية فيها البيسكوي مهرمش قيصة طرية
يلا البنات اللي باقي ما تابونا عندي، دخلي تابونا عند قناة وصفات بشرى باش ديما يفعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديالي. يلا الكبيدة ديالي حتى لا فيديو جاي ان شاء الله.